وما زال التصعيد وما زالت التطورات كثيرة الحقيقة في قطاع غزة مع استمرار جيش الاحتلال في شن الهجمات على مناطق من شرق رفح الفلسطينية، وده في الوقت اللي بتواصل فيه الدولة المصرية جهودها مع كل الأطراف لاستكمال المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر للوصول لهدنة شاملة في القطاع. خلونا نتعرف أكتر جمانة على آخر التطورات الخاصة بالوضع في غزة والجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، جهود تفاوضية وماراثون للتفاوض بترعاه الدولة المصرية للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار. معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا. يعني نبدأ من مشهد الساعات الأخيرة، حضرتك شايفه إزاي جولات التفاوض الموجودة واللي بتصادفها القاهرة مع كافة الأطراف؟ شايف اللحظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة أثمرت عن إيه، وإيه أهم المعلومات المتاحة حتى الآن؟ طبعا ما هو معلن، يعني الجزء الأكبر المعلن، مصر أولا هي مش بس الجولة الأخيرة دي، الحياة مصر لم تتوقف منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، بالذات بعد 7 أكتوبر، عن بذل كل الجهود على أكتر مسار، مسار المعابر وأنه معبر رفح مفتوح من الجهة المصرية والتعنت الإسرائيلي ومعبر كرم أبو سالم، ده دخول المساعدة الجزء العاجل. الجزء الآخر هو السعي لوقف إطلاق النار، والهدنة الأولى الحقيقة اللي توصلوا إليها كانت بجهود مصرية، ومصر اللي معاها مفاتيح التفاصيل كلها، لأنها احتفظت، يمكن بعض الناس ما كانوش واخدين بالهم ان مصر تحتفظ بقنوات الاتصال مع كل الاطراف، وبتقدم تحمل مطالب من هنا ومطالب من هنا، مع كمان ضمان مع الانحياز الواضح من مصر للقضيه الفلسطينيه، لم يقلل من دورها، بالعكس من الثقه فيها كوسيط. ودي مساله شديده الصعوبه، ومصر بتعملها باحترافيه شديده وكافة المؤسسات، لأن احنا داعمين للقضية الفلسطينية مع الحق الفلسطيني، كمان بنقدم نصايح، بنقدم مصر طول الوقت بتقدم أفكار ونصايح لأن لديها معلومات. اللحظات الأخيرة الحقيقة الهدنة كادت أن تصل إلى الاتفاق، كاد أن يصل إلى نتيجة توقف. حصل، احنا أكيد الناس متابعة، أنه حصل أنه حماس تأخرت بعض الشيء، ثم حصل قصف لي كرم أبو سالم، ثم فعلا وافقت، بدأ تعنت إسرائيل، بمعنى أنه كلا الطرفين مسؤولين، بالإضافة الأطراف كلها مسؤولة، أنه يعني لو حد عاوز يبص بس للجهود المصرية، الجهود المصرية أنا بسميها حرب، حروب داخل الحرب، أنه مصر مش بتتعامل مع طرف واحد، مع الطرف الأصلي والطرف الراعي والمرجعيات، كل حد طرف ليه مرجعيات وليه حسابات. لأنه النهاردة الولايات المتحدة بعد ما مصر حذرت أنه انهيار هذه الهدنة أو المفاوضات خطر حقيقي، مش بس اتساع النزاع الإقليمي، كمان التداعيات المختلفة لهذا الأمر تكون صعبة جدا. مصر من باريس لاتجاهات مختلفة، قطر موجودة، الولايات المتحدة، يمكن رد فعل الأمريكي على منع بعض صفقات السلاح كان واضح جدا، أنه بناء على التحذيرات المصرية، مصر مش بتحذر، مصر بتوضح وجهة نظر مهمة في هذا الأمر، وإغلاق المعابر بيخالف حتى القوانين الأمريكية. نتنياهو طبعا بعد السلاح طلع وخطب الكلام اللي هو برضو للاستهلاك الإعلامي، لأنه القضية عندنا بنتكلم هنا كل الأطراف صراعها دعائي أكتر منه حقيقي، والخطاب المعلن ده مش بالضرورة هو الخطاب الحقيقي. سنحارب وحدنا وبأظافرنا، إسرائيل لو أمريكا أوقفت هذه المعونات، إسرائيل لا اقتصادها ولا قدراتها العسكرية ولا حجم السلاح اللي معاها ولا قدراتها، دي احنا بنتكلم 7 أكتوبر ده مجموعة ناس يعني مقاومة استطاعوا ان هم يعملوا لكم اختراقات، فيعني فكرة ان احنا وأظافرنا وحاربنا وحدنا ده كلام الحقيقة ضعيف، وكلام يدركه أي حد متابع. عشان كده الدولة المصرية ما احنا بنقول بتبذل جهود ضخمة، حروب داخل الحروب، فيها حرب حتى ضد الدعاية الإسرائيلية، لأنه إسرائيل بتعادي مصر وتسرب أكاذيب طول الوقت أنه المعبر مش مقفول من ناحيتنا، أنه في تهريب سلاح برغم من تهريب السلاح من داخل إسرائيل، أنه كمان الحقيقة في وحدة اسمها المستعربين اللي هم الإسرائيليين اللي بيقتلوا الفلسطينيين بوجوه عربية وبيتكلموا عربي، هل المستعربين دول موجودين في السوشيال ميديا النهارده باسماء فلسطينيه واسماء عربيه، يعني اي حد النهارده، الناس
اللي هم بيزعموا انهم بيحملوا اسماء فلسطينيه في كندا او اوروبا او غيره بيهاجموا مصر ودور مصر وبيسخر وغيره، ده كلام دول وحدات المستعربين اللي اسرائيل بتصرف عليهم زي قنوات او واجهات الاخوان اللي النهارده بيتبنوا. وليه مصر ما تفتحش وتاخد الناس دي نفس الطرح الاسرائيلي قبل كده؟ يبقى انت بتتبنى وجهه نظر اسرائيل، مصر بتخوض ضد ده، ده جانب لوحده، لكن الجانب الاهم هو رعايه المفاوضات بشكل حقيقي وبشكل شريف جدا وقوي في مع كل الاطراف. مصر ما قطعتش العلاقات لانها تحتفظ بقنوات اتصال حمايه للشعب الفلسطيني. دخول المساعدات بشكل او باخر مصر ساهمت فيه والنسبه 78% او كذا مصري، مش بس كده كمان استمرار التدفق ده، مواجهه تعنت واكاذيب اسرائيليه لاسرائيل حتى الان نتنياهو. احنا عارفين انه هذا الصراع، اي صراع في الدنيا او اي حرب في الدنيا لها اهداف سياسيه. نتنياهو اهدافه انه احيا نفسه، وبيرى نفسه انه 7 اكتوبر دي منحته قبلة الحياة في أنه يستمر سياسيا بعد ما كان منتهي. الطرف الآخر يجب أن يدرك هذا الأمر ويدرك أنه الدولة المصرية لديها المعلومات، لديها الإمكانات، لديها القدرة على أنها توضح له هو محتاج إيه. مش بالضرورة أنه وجود مرجعيات في خارج بالنسبة للفصائل الفلسطينية خارج فلسطين دي مشكلة. أمر الأهم هنا هو أنه النهاردة القضية الفلسطينية بقت في الواجهة، ودي المكسب الأهم في هذا الأمر. يجب أن نستغل هذا الأمر ونوقف هذه الحرب العدوانية الإبادة الشديدة. يجب أن ينتهي، لأن هذه القضية نطرق على حديد وسخن ونذهب إلى المجالات الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية. لده اللي مصر بتعمله في يوليو اللي فات، كانت استضافت الفصائل قبل أكتوبر بمراحل. فالدولة المصرية بتشتغل مش بس دايرة واحدة، في دايرة دبلوماسية، في دايرة سياسية، في الدايرة الأمنية، في أجهزة، في بتسهر 24 ساعة على إنها تتعامل. وربما في جزء الأكبر من هذا الأمر ليس ظاهرا للعيان، عشان كده إنه بعض الناس ربما حسن النية اللي هو بيقعد وبيتكلم أو بيحلل أو بيقعد على السوشيال ميديا، تقعد على السوشيال ميديا ومرتاح وكده، هذا الأمان وهذا الاستقرار اللي مصنوع في وسط محيط مشتعل ده يعني أن هناك دولة قوية بتعمل في هذا. بكل تأكيد طبعا حديثنا مستمر مع حضرتك أستاذ أكرم، لكن هنروح لزميلنا محمود جميل اللي موجود حاليا في العريش عشان يطلعنا على المشهد حاليا. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك يا محمد وعلى ضيفكم الكريم، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقة التطورات هنا بالنسبة لمعبر رفح البري لازال طبعا يعني حدة الصراع متواجدة في مدينة رفح الفلسطينية، ولازال الاحتلال الإسرائيلي بيشن الغارات الجوية وكمان القصف اللي مستمر على مدينة رفح الفلسطينية. يمكن امبارح بالليل بعد منتصف الليل كان الضرب شديد جدا، وكان في طبعا يعني تبادل لإطلاق النار كثيف، وكان في ضربات موجهة وغارات كثيفة على شرق مدينة رفح الفلسطينية. طبعا في ظل تزايد حدة الصراع على الجانب الآخر لازال الدور المصري موجود بقوة طبعا من خلال المفاوضات اللي بتتم، ومن خلال طبعا احتواء التصعيد اللي موجود في مدينة رفح الفلسطينية طبعا. وكان آخرها ما صرح به مصدر مصري رفيع المستوى بأنه لازالت المفاوضات مستمرة ومحاولة الاتفاق على النقاط الخلافية، وتجديد مصر تحذيرها لكل الأطراف المشاركة بخطورة التصعيد في حال يعني عدم الوصول إلى وقف إطلاق النار. خليني كمان أقول لكم على أن الجهود متواصلة مع كل الأطراف، وكان آخرها طبعا يعني حديث الخارجية الأمريكية والاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مع نظيره السفير سامح شكري، ويعني تم التأكيد من خلال السفير سامح شكري على خطورة التصعيد حال وجود عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وطبعا ضرورة الاتفاق والوصول لوقف إطلاق النار. والخارجية الأمريكية أكدت على أنها لا تدعم عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح الفلسطينية. طبعا الجهود مستمرة لاحتواء التصعيد، وكمان هنا الجهود الإنسانية مستمرة فيما يتعلق بفتح معبر رفح من الجانب المصري. احنا عندنا هنا من الناحية المصرية ومن الجانب المصري معبر رفح مفتوح على مدار الوقت وعلى مدار
مدار الساعة تتواجد كل العاملين في معبر رفح البري، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، وبالإضافة أيضا إلى وجود المساعدات الإنسانية اللي موجودة خارج معبر رفح وأيضا هنا في مدينة العريش. لكن مفيش دخول للمساعدات الإنسانية بسبب استمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولا صحة تماما للتصريحات سواء كانت الأمريكية أو الإسرائيلية بفتح منفذ كرم أبو سالم ودخول المساعدات. مفيش أي مساعدات دخلت لحد هذه اللحظة بسبب طبعا غلق المعبرين واستمرار الاشتباكات في الناحية الغربية وفي الناحية الشرقية القريبة من منفذ كرم أبو سالم. خلينا أقول لكم كمان أن امبارح يعني بنتيجة للقصف كان في ضربة شديدة جدا موجهة على مخيم البرازيل في مدينة رفح الفلسطينية، وطبعا يعني أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين. وخلينا أقول لكم أنه خلال الساعات الماضية الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلفت أكثر من 60 شهيد وأكثر من 100 مصاب. وكمان امبارح يعني الصحة الفلسطينية كانت بتتكلم على الكوارث الصحية اللي موجودة في مدينة رفح الفلسطينية وفي قطاع غزة بسبب أن قفل معبر رفح طبعا من الجانب الفلسطيني أدى إلى عدم وجود إمدادات طبية وعدم وصول الوقود إلى المستشفيات. لأنكم عارفين يعني إحنا بنتكلم على 33 مستشفى خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، عدد قليل جدا من المستشفيات التي تعمل وهي معرضة للتوقف في أي لحظة بسبب عدم وصول الوقود وعدم وصول الإمدادات الطبية وعدم دخول كمان العاملين في المجال الطبي. مصر بتقوم بمهمة كبيرة جدا فيما يتعلق بدخول الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية. وأخيرا هختم أن يعني الصحة الفلسطينية أكدت امبارح أنه تم توقف مركز الغسيل الكلوي الوحيد في مدينة رفح الفلسطينية نتيجة للقصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن الصراع مستمر على الجانب الآخر والغارات مستمرة، لكن هناك مجهود مصري، الجميع يعول على المجهود المصري وعلى الآمال في الوصول إلى الاتفاق في الهدنة ووقف إطلاق النار بفضل الجهود المصرية. دي الصورة من مدينة العريش ومعبر رفح البري. برجع لكم في الاستوديو جمانة ومحمد. شكرا لك محمود جميل مراسل القناة الأولى من العريش على كل هذه المعلومات. ونعود مرة أخرى للكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص ضيفنا في الاستوديو رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. زي ما شفنا دلوقتي الجانب المصري موظفين موجودين، المعبر موجود الكامل بهيئته الخاصة من على الجانب المصري. شايف إلى أي مدى الحسابات الأمريكية ممكن تختلف خلال الفترة المقبلة؟ شفنا تصريحات من البيت الأبيض خاصة بوقف شحنة أسلحة لإسرائيل، إعلان كمان عدم تأييد عملية موسعة في رفح، بالإضافة طبعا إلى الضغوط الشعبية وضغوط الحركة الطلابية في الجامعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ده ممكن يغير شوية في الحسابات الأمريكية فيما وينعكس على طاولة التفاوض، ضغط أكتر على إسرائيل للموافقة للوصول للهدنة. خلينا نقول أنه أولا أنا بحيي مع الأستاذ محمود على هذا التقرير المهم، وبصراحة كل المراسلين والصحفيين المصريين القاهرة الإخبارية والتلفزيون المصري تغطية احترافية ومحترمة جدا بتضع المشاهد والمصريين والعالم الحقيقة على موقف ما يجري. الحقيقة سؤال مهم جدا، هو الولايات المتحدة ما هيش حاجة واحدة؟ ثم خلينا نقول انه حتى داخل الولايات المتحدة في جزء الرئيس جو بايدن اتخذ القرارات بتاعة تقليل القنابل والقاذفات المقذوفات دي بناء على طلبات من أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي اللي اعتبروا أنه إسرائيل بإغلاق المعابر أو دخول رفح بتخالف الاتفاقيات أو القوانين الأمريكية. لكن خلينا نقول أيضا برضو أنه ده محدود، لأنه كمان طبعا الولايات المتحدة بناء على الإدراك أو المعلومات اللي بتحصل عليها من مصر خلال الفترة اللي فاتت والتحذيرات الجدية تجاه هذا الأمر واتصال بلينكن مع وزير الخارجية سامح شكري، ده جزء مهم قوي من تبادل المعلومات وتوضيح الصور. لكن الواقع أنه خلينا نقول أن رد الفعل الإسرائيلي بن غفير طبعا ده طلع قال أنه بايدن يعمل مع حماس، بايدن يؤيد حماس، وفي يعني غضب حتى داخل إسرائيل، ونتنياهو طلع يقول سنحارب وحدنا، طبعا غير قادرين على الحرب وحدهم ودي كلها دعاية. لكن الحقيقة الولايات المتحدة برضو موقفها ملتبس، موقفها مزدوج، لأنه
كل محاولات، يعني كان يمكن أن يكون وقف إطلاق النار من خلال مجلس الأمن، الفيتو الأمريكي منع كل القرارات، أجهد كل حاجة. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه كلام عن دخول فتح المعابر والتهديد اللي حصل من كام يوم بالفعل، وقالوا سنوقف الأسلحة لو ما فتحتوش المعابر، فتحت ساعات دخل الوقود من الجانب الفلسطيني وأغلقوه. في كمان تلغيم لبعض المناطق في رفح، اجتياح رفح مأساة إنسانية، مش بس مأساة إنسانية وتهديد للأمن الإقليمي، لأنه مصر احنا بنتكلم اللي حصل قبل كده مع إيران، اللي حصل مع غيره كان محسوب، وكل الأطراف متمسكة جدا، إيران حزب الله غير متمسكين بقواعد الاشتباك. انت بتتكلم دولة كبيرة، مصر دولة كبيرة، يعني محدش يقدر، أي حد عارف ده يعني إيه دولة كبيرة ويعني إيه مصر، لأنه الانهيار هذه المفاوضات يمكن أن تكون تداعياته صعبة. طب. وإحنا بنحدد ممكن يبقى الحرب بتشتعل لكن مش قادرين نوقفها، زي ما هو حصل النهاردة بالمناسبة، نتنياهو ليس حرا، نتنياهو في مأزق، ومصر بتقدم لكل الأطراف اللي بتراها في مأزق، لأن دي حرب كلها خاسرة النهاردة. حتى نتنياهو اللي بيحاول كسب أرض وبيرى نفسه خد قبلة الحياة، النهاردة بيفقد هذه الأوراق، زي حماس كان معاها أوراق بتبدأ تتراجع. التهديدات الأمريكية ممكن تبقى ليها رد فعل مزدوج، ممكن الإسرائيليين أو المجتمع الإسرائيلي المتطرفين بالذات اللي بيدعموا وبيتكلموا، وإحنا لا وهناقف. الحقيقة أن إسرائيل لا تستطيع أن تحارب وحدها بدون الولايات المتحدة. وكمان ما ننساش الدور البريطاني الغريب برضو، اللي هو وزير الخارجية قال إن إحنا هننظر في شحنات الأسلحة لكن هنستمر. احنا بنتكلم هنا دي دولة بتعمل، دي حاملة طائرات أمريكية في المنطقة برضو، ده جزء مهم. حتى داخل الولايات المتحدة طول عمر الجمهوريين والديمقراطيين داعمين بطرق مختلفة، الاختلاف في الدرجة وليس في النوع طبعاً. لكن المصالح الأمريكية المهددة، اتساع الصراع الإقليمي، الدور الآخر، ده الدور اللي مصر طول الوقت بتتكلم فيه. وعشان كده احنا بنقول انه مصر بتاخد اكتر من حرب. الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، أنطونيو جوتيروس، كمان ما نقدرش ننسى فشل المنظمات الدولية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الرئيس مع جوتيرش مع رئيس الوزراء الأردني، تحذيرات، والتحذيرات المصرية بيثبت صحتها طول فترة الحرب، بتثبت صحتها، وأنه إقليميا واللي في الجنوب والبحر الأحمر وغيره. وبالرغم من ذلك مصر قادرة على أنها تفتح هذه القنوات وتستمر مع قنوات احنا بنقول مش بس الاصل، الاصل والوكيل والداعم والراعي وغيره. فهنا الجزء المهم جدا في الموقف الامريكي، يعني عودة للسؤال، الموقف الامريكي فاعل ومهم وله دور، لكن كمان الاطراف المختلفة النهاردة، نتنياهو بيخوض حربه الاخيرة دي، رهانه الاخير في رفح. هل رفح يقدر يوصل فيها؟ هو بيقول احنا مش عاملين اجتياح شامل، احنا بنعمل عمليات عسكرية محدودة، احنا بنلاقي انفاق وبنوصل نحاول الوصول لغيره. لكن كمان هو على مدى الشهور دي وعوده لأهالي المحتجزين بإعادتهم بالحرب فشلت، وبعض المحتجزين دول قتلوا في الاشتباكات او غيره، وبعدين الرهان على ان رفح هما كلهم هجروا لرفح. ما هو نفس المنشآت الطبية اللي انت قصفتها قبل كده، رجعت تاني قلت ليه دي مختبئين فيه؟ يبقى انت نظرية اللي انت بتقول عليها ان انا سأقضي على حماس او المقاومة او غيره، دي فشلت برضو. يعني استاذ اكرم، احنا طبعا هنرجع تاني لأهمية النقطة اللي حضرتك اثرتها، وهي أهمية رفح بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لكن نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضرتكم على طول. رحب بحضراتكم مرة تانية، وما زال حديثنا مستمر مع الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. مرة تانية يا فندم، يمكن قبل الفاصل حضرتك كنت تتحدث عن أهمية رفح الفلسطينية والضربات الموجهة من قبل قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية وغلق المعبر من الجهة أو الجانب الفلسطيني، خاصة كمان أنه يمكن غلق المعبر، معبر رفح، من الجانب الفلسطيني إلى حد كبير، مش هنقول أحرج إسرائيل، ولكنه أحرج الدول التي تؤيد إسرائيل أو التي لا تدعم إسرائيل. فخلينا نرجع تاني لنقطة أهمية هذه الضربات على رفح الفلسطينية وأيضا غلق المعبر من الجانب الفلسطيني. وطبعا نتنياهو زي ما احنا بنقول، أو التصور العام، أنه دي الورقة الأخيرة بالنسبة له اللي بيهدد بيه. لكن هو طول الوقت الأوراق أو البيانات اللي بتطلع يقول لا احنا ما بنعملش اجتياح شامل،
احنا ملتزمين بالقواعد وباتفاقيات السلام وبغيره، احنا بنعمل عمليات محدوده لبحثاً عن المقاتلين والمقاومه وكده. لكن الحقيقه هو عنده مأزق حقيقي، واظن انه بعد ما تاخر حماس في الرد على موضوع الهدنه هو استغل هذا الامر في انه يحقق بعض الخطوات. لكن هو نتنياهو ما عندوش اوراق تانية يستغلها غير ده، لانه ربما يكون بيرفع مطالبه، لان النهارده احنا بنتكلم حماس لها مطالب، اسرائيل متحفظه، جانب اسرائيل متحفظ، مصر بتحمل ده وبتضمن ده، مع انه زي ما انا قلت في الاول مصر كمان موقفها شديد الدقه، لانه هي محسوبه، اسرائيل بتتهمها بالانحياز للقضيه الفلسطينيه وحماس وغزه وغيره، وفي نفس الوقت هي وسيط الحفاظ على قدرتك انك تكون وسيط في زمن ده، ده بيعني قدرتك على انك تتعامل بقوه شديده. بالاضافه لانه مصر طرف التهديد اللي بتعمله مصر او التحذير اللي هو انهيارات السلام، انهيار اتفاقيه السلام او الدخول في حرب، ده تهديد جدي وحقيقي، واظن الولايات المتحده عندها تقارير، رئيس المخابرات الامريكيه كان طرف في هذه المفاوضات وهو برضو غير بعض المطالب. نفس الامر فيما يتعلق بحكومه الحرب المتطرفه لنتنياهو، ما هو نتنياهو مش المتطرف الوحيد. في نفس الوقت كمان انه مصر حريصه على انه لا ينتهي الامر، اسرائيل بتدفع ايه؟ لما مصر تدير، يمكن مصر رفضت هذه المطالب بالمناسبه، مصر تدير المعابر. لا، مصر مش هيش طرف في اتفاقيه المعابر اللي اتعمل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده، عشان كده الولايات المتحده تشعر بحرج. النقطه اللي حضرتك بتقوليها اللي هو حرج، طبعا احراج للولايات المتحده لانها طرف فاعل، لكن كمان هو احراج نسبي، لانه الولايات المتحده داعمه، بريطانيا داعمه، اوروبا داعمه، منحازه لوجهه النظر، كمان هو مصدر لهم الدعايه صحيح الشديده، لانه بعض العمليات اللي بتحصل، احنا انا طول الوقت بقول مش عيب ان احنا نصدر القضيه كقضيه انسانيه، لان الدمار اللي حصل والاباده في غزه قضيه هي اللي حركت العالم، وكنا بنتكلم من شويه في رد الفعل الامريكي ورد الفعل الاوروبي والمظاهرات، عفوا المقاطعه، دي اللي خلت مره اخرى او احيت القضيه الفلسطينيه، بالظبط يعني جعلت القضيه الفلسطينيه في وجهه او تصدرت اولويات اجنده العالم، بالظبط، واجنده كمان الضمير الحي، الناس والشوارع والميادين، شفناها بشكل كبير. طبعا تطورات كبيره بتحصل في غزه، كان في دور مهم بتقوم به الاحزاب والقوى السياسيه في مصر لدعم الموقف المصري والوقوف وراء القياده السياسيه ورؤيه القياده السياسيه لحل الازمه في قطاع غزه من اجل وقف اطلاق النار. للحديث بتفصيل أكثر عن موقف القوى السياسية والأحزاب السياسية في مصر لدعم المفاوض المصري ولدعم المسار التفاوضي، معنا دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. صباح الخير دكتور عصام. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. يعني دور مهم جدا بتقوم بالقوى والأحزاب السياسية لدعم الرؤية المصرية والرواية المصرية والموقف المصري من أجل الوصول إلى هدة ووقف إطلاق النار والتأكيد على المسار التفاوضي. تمام، ده أحد الأدوار الرئيسية الحقيقة للأحزاب السياسية، سواء كان في مصر أو في الدول الأخرى، إن في المواقف اللي فيها معتدمة بهذا الشكل لابد الأحزاب السياسية أنها تبقى موقف، وموقف واضح. الأحزاب السياسية المصرية باعتبارها المكون المصري، لما بيبقى فيه ازمات بتمس الامن القومي المصري وبتمس القضيه الفلسطينيه اللي هي شغل الشاغل، يعني لو هنستعرض التاريخ هنلاقي مصر في التاريخ الحديث كل الحروب اللي دخلتها العنصر الاساسي فيها كان الدفاع عن القضيه الفلسطينيه. صحيح. بما بذلته مصر في هذه القضيه من ارواح لشهداء وجرحى، وفتره من الفترات اغتصبت واقتطعت جزء من ارضها العزيزه ثم استعادتها بانتصار 73. فالحقيقه الموقف النهارده اكثر تعقيدا، اكثر تشابكا، بوجود طبعا يوم عن يوم بيتكشف انه المجتمع الدولي والمؤسسات الدوليه اصبحت واهنه وضعيفه وتتحرك ليس بمكيال واحد او بميزان واحد او بمعيار واحد، لكنها عندها 500 معيار بتتحرك بيه. نجد القضية الروسية الأوكرانية لها معيار، القضية الفلسطينية الإسرائيلية لها معيار آخر. الحقيقة الأسلوب اللي بتتخذه مصر من التفاوض
والحقيقه هذا احد النهج الرائع اللي بيستخدمه القياده السياسيه المصريه بزعمه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما بيلجا لان مصر عمرها ما كانت داعيه الى حرب او الى قتال لعده اسباب، لانه اولا ثبت في التاريخ الحديث ان الحروب لا يوجد فيها خاسر ولا كاسب، جميعهم خاسرين. واقرب مثال واضح قدامنا دلوقتي الصراع الاوكراني الروسي، امتد النهارده لاكثر من سنوات، بدا بنخش في السنه الثالثه، ومع هذا لم يحدث اي تغيير في الموقف، الجميع يكون خاسر. مصر بتتخذ اسلوب التفاوضي، وهو بالمناسبه ده اصعب اداه يتم استخدامها لاي دوله. مصر بتبذل مجهود رهيب جدا في التفاوض، وخلينا اقول لحضرتك ان لولا وجود مصر بتتصدى لتصفية القضية الفلسطينية لانتهت القضية الفلسطينية، وتم تصفية عرق بأكمله يعني. فطبعا ده دور رئيسي للأحزاب السياسية انها تقف كحائط صد خلف القيادة السياسية. وعلى فكرة خليني اقول لحضرتك كمان الأروع كمان انه هناك تأييد شعبي مش فقط حزبي او سياسي، لكن لما بنستطلع الرأي في الشارع المصري من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، نجد ان الشعب المصري كله على قلب رجل واحد خلف القياده السياسيه. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار على كل هذه الايضاحات، شكرا لحضرتك يا فندم. استاذ اكرم هرجع لحضرتك مره ثانيه وتعليقك على هذا الهاتف وفكره انه الاحزاب المصريه، الاحزاب هي نبض الشارع، هي رؤيه المواطن لما يحدث في الدولة وأيضا لما المواقف التي تتخذها الدولة بشكل عام. رؤية حضرتك لدور الأحزاب وفكرة أنه بالفعل دلوقتي في دور كبير جدا للأحزاب، لأنه حتى المواطن البسيط جدا مدرك لمدى بشاعة الموقف الكارثي الحياة الإنساني الموجود في قطاع غزة، ورؤيته أيضا ووعيه بالموقف المصري بشكل كامل. طبعا مش بس الأحزاب، الحقيقة الأحزاب بتقوم بدور مهم جدا في هذا الأمر وفي المواقف، وكمان المؤسسات الأهلية يعني تحالف الوطن العمل الأهلي قايم بدور مهم جدا سواء في التبرعات أو في توصيل المساعدات وجمع أكبر عدد من المساعدات. والحقيقة التيارات السياسية والأحزاب والشعب المصري بشكل كامل، وأعتقد ده كان ظاهر يمكن في الانتخابات الرئاسية، الشعب المصري بيكتشف أنه أمام دولة كبيرة بتدير مجموعة ملفات شديدة التعقيد. يمكن احنا كنا بنتكلم على احنا القضية الفلسطينية، العالم لازم نستفيد من الزخم اللي موجود في اوروبا وفي المجتمعات اللي هي تحركت الحقيقة رد فعل على هذه الحرب الإبادية الشديدة. لكن طول عمر القضية الفلسطينية كنت بقول قبل الفاصل انه مش عيب ان احنا نصدرها كقضية إنسانية. صحيح. دي قضية احتلال، ده احتلال استيطاني يفتقد لكل معايير الإنسانية أو القانون الدولي أو غيره، ومجلس الأمن ضعيف والأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا داعم، فإحنا بنستخدم على جمهور. دي أول مرة بالمناسبة تحيا القضية، يمكن قبل السوشيال ميديا وقبل ده كمان، لكن كمان الحقيقة في تراب وحاجات زي اللي أنا كنت بقول المستعربين اللي إسرائيل بتستأجرهم ويحملوا أسماء عربية أو أسماء فلسطينية أو أسماء من غزة، هم لا يقيموا في غزة ولا في فلسطين، اللي هم بيصنعوا الفتن. دول قضية مهمة جدا وموجودة وبتعمل خلل في بعض الحقيقة، لكن الشعب المصري مدرك وواعي جدا ومن البداية عارف أنه الدولة المصرية بتدير الأمر بدقة وبشرف وبقوة كمان، لأنه احنا عندنا أدوات دبلوماسية وسياسية وعندنا قوة خشنة بتستخدم بالمناسبة، وفي تفاصيل كثيرة وتهديدات. التهديدات دي أو التحذيرات دي قائمة على معلومات مش مجرد بق زي اللي احنا بنشوفه لدى بعض الفصائل أو غيره. القضية الفلسطينية كسبت من الانتفاضة الأولى والثانية أضعاف ما كسبت من مواجهات لم تنتهي إلى شيء، ودي وجهة نظر مهمة. المقاومة حق مشروع لكل شعب محتل ضد المحتل، لكن كمان في حسابات. فأي حد النهاردة بيقول إن أنا عاوز أرجع لي ما قبل 7 أكتوبر، مش ممكن الأمور هترجع زي ما قبل 7 أكتوبر، خلاص الدايرة والمكنة لفت ومشيت. فجزء مهم قوي وإحنا بنتكلم عن إدراك الشعب المصري للقضية، وإنه الدولة المصرية وقوف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وشايفين هذه القدرة، كمان الحقيقة بيسقط كتير من في تنظيم الإخوان اللي بيشتغل بره، وناس كتيرة دول بيشتغلوا مع إسرائيل
اعتقد بقى واضح جدا انه بيتبنوا وجهه النظر الاسرائيليه اللي كانت بتقول ما تاخدوا الفلسطينيين عندكم لحد ما نخلص الحرب ونرجعهم. في بعض الناس للاسف البسطاء السذج اللي هم بياخدوا ده، ده ما بيردد ده هو الحقيقه، انت بتردد مطلب اسرائيل. صحيح. واللي بيروج ده وبيضغط بيه مصر وموقف مصر ده بيشتغل مع اسرائيل. صحيح. بالظبط. فهي دي النقطه الحقيقه الواضحه اللي محتاجه تتاخد، ومحتاجه في جزء في وقت من الاوقات كان الحرب البارده بين الاتحاد السوفيتي وامريكا، كان في رئيس المخابرات الفرنسيه قال لهم ان احنا عشان نهزم الاتحاد السوفيتي نعمل حاجه شبه الشيوعيه، بس مش هي الشيوعيه. احنا النهارده بنعمل حاجات شبه الاسلام مش هي الاسلام، بنعمل حاجات. صحيح. شبه القضيه الفلسطينيه بس مش القضيه الفلسطينيه، مستعربين بيعملوا. هي ده الخداع اللي حصل النهارده على بعضه، وده اعتقد الحمد لله الشعب المصري مدرك ليه جدا. المصريين اللي خرجوا في بدايه هذا الحرب. صحيح. وقفوا واكدوا. صحيح. ومدركين كمان كل ورقه النهارده الجزء الظاهر ده جزء بسيط جدا من حتى جبل من اليوم الجليد. الاول استاذ اكرم الموقف المصري هو الموقف الفاعل على الارض، يعني الحقيقه متامل لكل مواقف السياسيه، الموقف اللي بيدخل امدادات وبيقف لفتح المعبر وبيدعم القضيه سياسيا سواء في دوائر اقليميه او دوليه. هو الموقف المصري انت بتتعامل مع عدو بيراك منحاز، وانت فعلا رغم كل الاصوات او الانتقادات لكن زي ما بيقولوا كده الموقف الحقيقي او الملموس على الارض من اليوم الاول الحرب كان متمثل في موقف المصري على الصعيد الدبلوماسي والسياسي بشكل كبير. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نورتنا وشرفتنا وكالعاده دايما يعني بتعمل لنا كده اضاءات واضاحات جميله ومهمه. بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير. شكرا لحضرتك.